UNFM 91.2. قصص الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، اليوم نتحدث عن إسماعيل عليه السلام، والذي يتدبر القرآن الكريم يرى أن حديثه عن هؤلاء الأنبياء الثلاثة إسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام قد ارتبط في معظم الأحيان بحديثه عن إبراهيم أبيهم عليه السلام. اليوم نتحدث عن أحدهم وهو إسماعيل عليه السلام. جاء ذكره في 12 موضعا من القرآن الكريم، منها على سبيل المثال قوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. في موقع آخر: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. في موقع آخر: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. لكن الذي يشد انتباهك أخي الكريم أختي الكريمة أنه وردت آيتان كريمتان في سورة مريم ذكرتا جانبا من النعم والفضائل التي منحها الله تعالى لإسماعيل عليه السلام. هاتان الآيتان هما قوله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وكأن الله يقول لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: اذكر أيها الرسول الكريم، اذكر لقومك خبر جدك إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام لكي يقتدوا به في صفاته الجليلة، إنه كان صادق الوعد. ويكفي للدلالة على وفائه بعهده أنه وعد أباه بالصبر على ذبحه فلم يخلف وعده، بل قال كما حكى القرآن عنه: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نجد أحبتي في الله أن الله وصفه أيضا بصدق الوعد، وإن كان غيره من النبيين كذلك، لكن كان ذلك تشريفا وتكريما له، لأن هذا الوصف من الأوصاف التي اكتملت شهرتها فيه. ثم قال تعالى: وكان رسولا نبيا، أي كان من رسلنا الذين أرسلناهم لتبليغ شريعتنا ومن أنبيائنا الذين رفعنا منزلتهم وأعلينا قدرهم. أحبتي في الله، وصفه رب العزة بصفة كريمة ثالثة فقال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، أي كان بجانب حرصه على أداء هاتين الفريضتين يأمر أهله وأقرب الناس إليه بالحرص على أدائهما لكي يكون هو وأهله قدوة لغيرهم في العمل الصالح. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك امتثالا لقوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. إذن لو أن كل واحد فينا سلك هذا المنهج واتبع سيرته لكنا كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لذلك في الحديث الذي ذكره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حديث جميل يقول فيه الحبيب المصطفى رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته
فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هناك حديث آخر أجمل بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. يقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الله سبحانه وتعالى ختم هذه الصفات الجليلة بقوله: وكان عند ربه مرضيا، أي كان إسماعيل عليه السلام عند ربه مرضي الخصال. لماذا؟ لاستقامته في أقواله وأفعاله، لصدق وعده، لأمره أهله بالصلاة والزكاة. ولا شك أحبتي في الله أن من اجتمعت فيه هذه المناقب وهذه الصفات الجليلة كان ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن نحتاج أحبتي في الله أن ننهج نهجهم وأن نتتبع سيرتهم. لماذا؟ لأنهم كانوا مصابيح الهدى. كيف لا وقد اختاره واختار جمعا من أنبياء الله ليكونوا حاملي مشعل الهداية والنور إلى الناس. أحبتي في الله، الدين ليس صلاة وصياما فقط، الدين خلق، الدين نهج طيب. لأن الله سبحانه وتعالى عندما يمتدح حبيبه فيقول: وإنك لعلى خلق عظيم. نحن لا تنقصنا عبادات، إنما تنقصنا أخلاق. تعالوا لنجد في سير هؤلاء الأنبياء والصالحين مناهج قويمة ننهج نهجها ونسلك طريقها، عسى أن ننال رضا الله سبحانه وتعالى، ننال الرضا ونفوز بالجنة. نسأل الله أن نكون من أهلها جميعا. أحبتي في الله، أدركنا الوقت، وما علينا إلا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه، نقول له: يا ربنا، يا حبيبنا، يا إلهنا، لك الحمد أن هديتنا إلى سبيلك، لك الحمد أن دللتنا عليك فعرفناك فذقنا حلاوة القرب منك. اقبضنا على هيئة تحبها، نباهي بها الخلق يوم القيامة، اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقاك. في ختام حديثنا وقد أدركنا الوقت، لا يسعني إلا أن أحييكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.